يعني زينب، نحن صرنا بهذا الوقت مثل ما كنا عم نحكي يمكن قبل شوي عن المنصة التربوية وعن دور التكنولوجيا، كمان رح نحكي بهي الفقرة عن دور التكنولوجيا ونفرق بين الدور الإيجابي والدور السلبي بهذا الوقت اللي صار في العالم متصل بجميع جهاته عبر شاشة صغيرة بنقدر نتواصل فيها من خلالها مع أي شخص، بالرغم هي الإيجابية الكبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها أيضا بتحمل بين طياتها سلاح ذو حدين، فأي شخص بالعالم بيقدر يكون مكانك ومحلك وبيقدر يستخدم صفتك وشخصيتك ويحكي بالنيابة عنك. هذا الشيء يصرح ضمن الجريمة الإلكترونية اللي مو بتضر بس أشخاص وأيضا ممكن تضر صفحات رسمية وزارات وهيئات. رح نحكي عن مفهوم الجريمة الإلكترونية، ما لها وما عليها وكيف نتعامل معها، كل هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم المحامية مها حوراني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يعني عم نحكي يمكن عن موضوع كتير منتشر مثل ما حكينا تحت الهواء، وكتير عم نسمع عنه وكتير عم نتعرض له كأشخاص، يمكن ما بنعرف شوية تفاصيل صغيرة هلأ بدنا نتعرف عليها من خلال حضرتك. خلينا نحكي أولا عن مفهوم الجرائم الإلكترونية. هلأ الجريمة الإلكترونية هي طلعت نتيجة التطور بالوسائل الاتصال وشبكة المعلوماتية، نتيجة هالشي هذا كان له منافع كتير للناس لأنه سهل كتير التعامل بين الناس، التعامل التجاري والتعامل الشخصي كمان على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد التجاري. بس كمان هذا الشيء أدى لأنه طلع كتير مشاكل وأضرار كبيرة يلي هي الجريمة الإلكترونية. هلأ الجريمة الإلكترونية هي أي فعل بيقوم فيه الشخص مثلا الجاني يعني على الأفراد أو المؤسسات أو مجموعات بيتسبب ضرر كبير لهالمجموعات أو الأفراد والمؤسسات، وبيتم عن طريق شبكة المعلوماتية يعني شبكة الإنترنت وبواسطة الأجهزة الحاسوبية والأجهزة الإلكترونية. لهيك احنا بنلاقي الجريمة الإلكترونية هي بتشبه كتير الجريمة العادية من حيث المجرم والضحية والأداة الجرمية، بس هي بتختلف عنها من حيث البيئة، يعني الوسائل المستخدمة بهالجريمة هي وسائل الاتصال، هي الأجهزة الحاسوبية. كمان الجاني هون مو ضروري يكون بحدث الجريمة بقلب الحدث. ومنلاقي هالجرائم الإلكترونية بتتعدد أشكالها مثل مثلا ابتزاز، تشويه سمعة، سحب معلومات، إفشاء معلومات وهيك. يعني حكيتي هيك مفهوم العام يعني بشكل عام للجريمة الإلكترونية، وخلينا نحكي شوي اليوم عن أنواعها أكثر بالتفصيل. إمتى أنا بقول أنه هذا الشيء هو شيء سيء وأنا بقدر حاسب عليه وفي ضوابط معينة طبعا وضع القانون من أجل هي المحاسبة؟ خلينا نحكي عن أنواعها وتصنيفاتها. أكيد أنواعها طبعا هي كتير كبيرة الجرائم الإلكترونية، بس أنا فيني مثلا أنه أشرح لك إياها بطريقة كتير سهلة. هي في جرائم توقع الأشخاص الأفراد يعني بشكل شخصي، يعني ممكن مثلا بطريقة التهديد أنه مثلا حدا يدخل على بروفايلك وينتحل صفتك أنت مثلا ويأخذ معلومات ويجمع معلومات ويصير يهددك فيها يشتزك، أو مثلا يصير مثلا يهدد الضحية بشكل عام يخليها تعمل أعمال غير مشروعة مثلا مثل إتجار بالمخدرات، مثل الغسيل الأموال، مثل هالشغلات. يعني هاي ممكن مثلا جرائم توقع على مؤسسات عامة أو خاصة بخرق النظام الأنظمة تبعها وأخذ معلومات بتتعلق بالشركة تجارية أو أسرار لها أو معلومات عن الموظفين وتهديدهم مثلا ابتزازهم وهيك. وممكن تكون بتدمير الأنظمة تبع المؤسسات. تدمير الأنظمة بيكون بإرسال فيروسات إلكترونية بتؤدي لتعطيل الأنظمة كلها وشل حركتها ونشر الفوضى بالمؤسسة كلها ويعني وعدم التنظيم لها. هي الجريمة اللي بتقع على المؤسسات كتير جريمة خطيرة لأنها بتمس بالأمن القومي للبلد وبتمس بالحالة الاقتصادية للبلد. هي من أخطر الجرائم. غير هيك الجرائم اللي بتوقع على الأموال مثلا مثل قرصنة البنوك، الحسابات المصرفية، البطاقات الائتمانية. عندك كمان في جرائم تقع على الملكية الفكرية
والأدبية، مثل أنه مثلا يأخذوا النسخ الأصلية وينسخوها وينشروها، وهذا الشيء بضر بأصحاب الملكيات هدول. والجريمة الأخطر بكتير بكتير هي الجريمة اللي بتوقع على أمن الدولة، مثل برامج التجسس، مثل البرامج اللي بتبعتها المنظمات الإرهابية يعني للتضليل يعني بيساو شغلات انه بيلعبوا بعقول الناس وهيك. فهي كمان تعتبر من الجرائم اللي كتير كتير خطيرة. هلأ القانون اللي نظم لنا هاي الجريمة هو المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، هو يلي نظم هذا القانون. بعدها صدر كمان قانون بتخصيص محاكم تختص بالنظر بهاي الجرائم فقط لا غير. نعم. طب خلينا نحكي شوي عن موضوع كمان يمكن نحنا نوقع بالقصة ما بنعرف كتير نتصرف لما شخص يتعرض لابتزاز أو أي نوع من أنواع اللي حكيتي عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف المفروض يتصرف؟ كيف المفروض يعني انه يكون ردة فعله؟ هلا اكيد بيكون في عنده شيء اثباتات يعني عنده على جهازه او هذا، فبيسحبها هو وبينظم معروض عن طريق المحامي العام الاول، بيحوله لفرع الجريمه الالكترونيه. طبعا هي وحده شرطيه خصصوها خصوصي للتحقق من الجريمه الالكترونيه، لانه الجريمه الالكترونيه هي مو سهل انه تثبتيها بالادله، فبيكون عندهم كادر فني هو اللي بيتحقق بالجريمة وبيفتحوا ضبط وبيكتبوا المعلومات وبيحطوا الأدلة والتثبت من الجرم هذا، وبتتحول على القضاء. هون القضاء بقى بكيف الضبط حسب شو الجرم، وبتروح والمحكمة كمان بتتحقق من هذا الموضوع بتتابعه. يعني هذا الموضوع كتير مهم، ومثل ما حكينا نحن صرنا يوميا يمكن عم نشوف حالات قريبة مننا ومتنوعة. خلينا نحكي عن الأشخاص اللي هن رفعوا قضية، تمام؟ هل هذا الشيء رح يكون فيه من وراء مثل ما بيقولوا جدوى قانونية؟ خلينا نحكي عن المعاقبة كيف بتكون، شو ممكن ينحكم على اللي بيثبت عليه جريمة إلكترونية؟ هلا بالنسبه لموضوع الجدوى اكيد فيها جدوى، واكيد لازم كل شخص بيتعرض لها بموضوع انه يصير معه شيء مثلا بطريقه الوسائل هي التواصل الاجتماعي اللي احنا عم نتعامل فيها، لازم يروح يقدم شكوى، لانه هذا الشيء ضروري لحتى يعني شوي ردع للناس اللي ممكن انه تعمل تتصرف هيك تصرفات. وبالنسبه الشق الثاني اللي هو شو عم بتكون خلينا نقول العقوبة بالنسبة للعقوبة، عقوبات كتير كبيرة، بس يعني فيني انه لخص لك اياها انه بتبلش من الغرامة بتنتهي للحبس مدة 3 سنين او 5 سنين يعني. وكل حالة في إلها عقوبتها، في حال اذا اجت حالة مثلا ما له موجود مو منصوص عليها بالمادة بالمرسوم التشريعي رقم 17، ممكن انه بتلجا المحكمه للقانون العقوبات العام تاخذ يعني بيطبق عليها ماده. ماها يمكن كمان كثير من الحالات اللي بتمرق علينا انه دائما بيكون المجرم يعني عم يجذب الضحيه بيكون ما له مقيم بالبلد، ما له بسوريا. لما يكون برا البلد شو بيكون في اجراءات، ولا بيكون صعب كثير انه ممكن انه يتحاسب على الابتزاز؟ هلا هو عاده وقت ما بيكون في حسابات فيك يعني انه ما انه معروفه لمين او ما هذا، ممكن اللجنه الفنيه بفرع الجريمه الالكترونيه ممكن انه يدخلوا على يعرفوا المخدم للحساب هذا عن طريق المخدم، يعرفوا انه هذا المخدم لمين ويوصلوا لهذا الشخص. بس لما بيكون برات البلد هذا صعب شوي. صعب. فانا يعني بقول انه لازم هو احنا يعني ككل العالم لازم يكون عندهم وعي بهذا الموضوع، انه مثلا ما ينشروا شغلات شخصيه، ما ينشروا معلومات لهم بمواقع العالم كلها بتشوفها. كلمات السر لازم تكون كتير قويه، ما حدا يدخل مثلا معلومات بتخصهم لهم، يعني لازم يكون عندهم
كمان توعية لهذا الموضوع. يعني يمكن مثل ما حكيتي المعاقبة هي شيء كتير مهم وكتير أساسي لحتى كمان نقدر نحد من هاي الجريمة. إيه طبعا. هل إذا كان الشخص اللي عم يستخدم أو عم بيقوم بفعل الجريمة الإلكترونية خارج سوريا، هل في إجراء ممكن يتم في حال دخوله، يعني مثلا مثل وضع اسمه أو شيء، بحال إذا عاد لسوريا يكون في محاسبة له بهذا النوع من الجرائم؟ هلا هو على حسب اذا هو نعرف هذا الرقم لمين او معروف مين هو. تمام. ممكن اذا عرفت هاي الشخصيه حتى لو برات البلد، حتى لو برات ممكن يكون في محاسبه له. نعم. لكن مها خلينا نحكي هيك نصائح تحبي توجهيها وخاصه للصبايا اللي عم يمكن يخجلوا احيانا يحكوا عن مشكله بتصير معهم، او مثلا عم يصير في ابتزاز كثير كبير لهم، وخلينا نحكي كيف ممكن يتصرفوا وشو بتقولي لهم النصائح، وهل في يمكن مصطلح القانون لا يحمي المغفلين بجرائم الإلكترونية؟ شو بتحبي تقولي لهم؟ لا أكيد ما في مصطلح القانون لا يحمي المغفلين. أي شخص بيحاول أنه يأخذ معلومات عن شخص أو هدف منه تشويه سمعته أو الهدف منه أنه يهدده أو يبتزه أو يخليه يسوي شغلات يعني هي خارج غير مشروعة، فأكيد ممكن أنه يتحاسب، ولازم فورا أنه ما يوقفوا عن موضوع الشكوى، دغري يلجأوا للقضاء ويلجأوا للتحقق من موضوع الشكوى. أكيد. يعني قد صار في حالات يمكن مرت عندك وقدرتي تساعديها، وإذا بنقدر نعرف شو أبرز هاي الحالات اللي مرت، شو أكثر الأنواع خلينا نقول جريمة إلكترونية اللي مرت عليك خلال هاي الفترة؟ هلا أكثر شيء من هاي الحالات إنه لما شخص بيسحب حساب مثلا حدا، بيسرق حساب حدا وبيصير بيحكي مع الناس اللي عنده وبياخذ منه معلومات هيك انه هذا، وبيصير يبتز الطرف الاخر صاحب الحساب الثاني انه انا بعرف عنك هيك هيك هيك. يعني هي اكثر شيء عم بتصير هلا، واكثر شيء عم بتصير كمان بين الصبايا، يعني لما مثلا رفقاتها ممكن تبعث لها صورتها او تبعث لها صور، او مثلا تنزل على الفيس تبعها صور شخصيه شوي خاصه شوي. كمان يعني هذا الموضوع كتير كتير منتشر. أكيد. يعني دائما نقول مها أنه الموضوع هذا معرضين له كلنا، أي حدا بالكون، إن كان من الشباب والصبايا من أي فئة من فئات المجتمع. فيعني دائما الوعي كتير مهم، وخاصة أنه صرنا بعصر سرعة وفوضى، ويمكن مفتوحين على العالم كله المعلومات الشخصية أو الداتا. فمثل ما قلتي يمكن أهم شيء الوعي، وفعلا والإعلام له دور كبير. أكيد. بتوعية الناس، يعني أنه يخلوهم يعرفوا يتعاملوا مع هذا الموضوع. أكيد. نحن بنتشكرك كثير وعلى كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وبندعي كل الناس أنه أي ابتزاز أو أي غبن بيوصل لهم أنه دائما يرجعوا للقضاء، ما يسكتوا عن حق. شكرا لوجودك معنا مها. شكرا لك. شكرا لك.